الشعب يوما أراد الحال. في الذكرى السنوية 46 لاستقلال البحرين من الاستعمار البريطاني، أحيا البحرانيون المقيمون في العاصمة البريطانية لندن الذكرى بإقامة معرض للصور في ساحة ماربل آرش للتذكير بيوم الاستقلال الذي تسعى السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين إلى محو ذكراه. منتصف أغسطس هو يوم استقلال البحرين عن الاحتلال البريطاني، ويوم سيادة البحرين، يوم سيادة شعب البحرين، يوم ينبغي أن يكون هناك إتمام إلى الديمقراطية في البحرين، ليس أن تكون أسرة آل خليفة هي السيدة على شعب البحرين. لذلك طبعا آل خليفة لا يحتفلون في منتصف أغسطس، بل يتوجهون إلى منتصف ديسمبر على أساس أنه عيد جلوس إلى أميرهم. ويبدو النظام الخليفي الحاكم في البحرين فريدا على المستوى الدولي، إذ لا يحتفي بهذه المناسبة الوطنية ولأسباب ليست بخافية على البحرانيين. يصر شعب البحرين على ضرورة إحياء تلك المناسبة بأنها هي اليوم الوطني، هي اليوم الذي تحرر فيه الشعب بعد نضالات طويلة، لكن الخليفيين يرفضون ذلك لأنهم يرون في انتصار الشعب أمرا مسيئا لهم. هم لا يريدون أن يقتنعوا بأن نضال الشعب يؤدي إلى الانتصار، فإذا انتصر الشعب على الإرادة البريطانية فبإمكانه أن ينتصر على الوجود الخليفي. وفي مقابل النظام الذي يسعى لتزوير التاريخ عبر الاحتفال باليوم الوطني في ذكرى جلوس مليكه على العرش، فإن الشعب البحراني يصر على الاحتفال بيوم الاستقلال في 14 أغسطس. تكمن هنا الأهمية للمواطنين البحرانيين في الاحتفاء بهذا اليوم والاعتزاز بالشهداء والتمسك بالسيادة والمواصلة في درب النضال حتى إسقاط النظام العميل إلى الاستعمار والتحقيق المطالب التي ينشدها شعب البحرين في الحرية والكرامة. تحل ذكرى الاستقلال على البحرين وهي في وضع لا تحسد عليه، فسيادتها اليوم منتهكة أكثر من أي وقت مضى بعد أن حولها الخليفيون إلى قاعدة عسكرية لمختلف القوى الأجنبية بهدف الحفاظ على نظام حكمهم المتهاوي.